السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الأعمال أيها الإخوة تفقد أثرها وفاعليتها والجدوى منها لأنها تأتي في خارج سياقها أو عند عدم مراعاة الأولوية والأهمية. فكثير من المسلمين يقدمون أعمال صالحة يسعها الوقت ويؤخرون ويهملون أعمال صالحة لا يسعها الوقت. فتجد منهم الذي يعني يقوم بالعمرة تلو العمرة ويكثر من الحج تلو الحج، مع أن هذه فريضة فرضها الله عز وجل مرة واحدة ويسعها الوقت والعمر. وهناك من يقصر بأعمال صالحة لا يسعها الوقت ولا يسعها أن تؤخرها، وإن أخرتها إلى غير أجلها فقدت أثرها وفقدت المرجو منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله أجاب في كل مرة بجواب مختلف، فمرة يقول الصلاة على وقتها، ومرة يقول الحج المبرور، ومرة يقول خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب السائل وبما يناسب الوضع المسلمين وما يحتاجه المسلمين. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن فضيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا العباس رضي الله عنه: ما من أيام الأعمال الصالحة أحب فيها إلى الله من هذه الأعمال؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء. فما هو العمل الصالح الذي هو أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله؟ فكثير من الناس يذهب إلى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يظن أن العمل الصالح هو الصيام. فما هو طبيعة هذا العمل؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت نظر المسلمين إلى أن يكون هذا الموسم موسم للقيام بالأعمال ذات الأولوية. ففي بلد تكثر فيه الأمية والجهل، تعليم الجاهل ونشر المعرفة والعلم هو من أولى الأولويات ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. في مجتمع تغيب فيه قيم الإيمان والناس يقصرون في الصلاة ولا يحضرون فيها الجمع وتغيب فيها المساجد، يكون بناء مسجد لهؤلاء أفضل من أن تقوم بالعمرة تلو العمرة. في بلد يشيع فيها الفقر ويشيع فيها الجهل ويشيع فيها الجوع، فإن إطعام الجائع حينئذ هو من أولى الأولويات. في بلد يقوم فيها حكم الاستبداد والتسلط على رقاب العباد وظلم الناس، فإن إنكار منكر الاستبداد والثورة في وجهه ونهيه عن ظلمه يكون من أولى الأولويات ومن أفضل الأعمال الصالحة. على هذه القاعدة أيها الإخوة، حتى يكون للعمل الصالح قيمته وحتى يأتي المرجو منه، يجب أن نراعي الأولويات التي أمرنا الله عز وجل بها. فكفار قريش جعلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أعمالا صالحة تغنيهم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. والله عز وجل يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.